بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع حديث الذكريات والعبار، والمناقب والمثالب، وأبدأ بالمثالب لنتجنبها، ثم أعقب بالمناقب. من المثالب التي نشتكي منها جدا في منطقة الشام، وربما مصر أيضا، مصر أيضا مثل الشام في هذا الباب، وربما العراق أيضا، وكثير من بلاد العرب، إذا ما غاب الإمام تسابق عدد من الناس ممن يحجز الصف الأول، وأغلبهم من العوام، وإن كانوا مواظبين على الصلاة وعلى الجماعة، وربما عندهم دين والتزام بأحكام الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يهجمون على الإمامة هجوما، وأحيانا تحصل بينهم معارك ومشادة، وكل واحد من هؤلاء يريد أن يكون إماما للمسلمين، مع أن هذه مسؤولية، مع أن هذه قضية محكومة بقوانين فقهية. سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الأقرأ في عرف الصحابة يعني الأعلم، لأن الصحابة جميعا من كان منهم قارئ فهو عالم، وهذا معهود العرب في فهم الخطاب. معهود العرب في فهم الخطاب، يعني عندنا قاعدة في علم التفسير تقول: تحمل نصوص القرآن والسنة على معهود العرب في فهم الخطاب. معهود العرب في أيام النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا قارئ، ما في عندهم قارئ يعني مثل يومنا هذا، قارئ يعني لا يعرف إلا أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام المدود والحركات وربما القراءات، ولا يفقه شيئا من الفقه والأصول والعقيدة، لا، هذا لم يكن في أيام الصحابة كما جاء في أحوالهم. يقولون: كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نحفظ، حتى نعمل بهن ونحل ما فيهن من حلال ونحرم ما فيهن من حرام. يعني كانوا مصاحف تمشي على الأرض، كانوا يطبقون أحكام الله سبحانه وتعالى ويفهمونها جيدا. فكلمة القارئ في عرف الصحابة هو العالم، ولذلك ذهب الفقهاء ولا سيما الحنفية إلى أن إذا حضر القارئ الذي فقط يعرف القراءة، وحضر الفقيه الذي يعرف أحكام الصلاة جيدا، يقدم الفقيه على القارئ، ليس مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فهم دقيق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صورة قارئ غير فقيه لم تكن موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيام الصحابة، فالقارئ كان فقيها والفقيه كان قارئا. على كل حال، هنا هذه عادة سلبية، وقد عانينا كثيرا من كبار السن الجهلة الذين لا يتقنون قراءة الفاتحة، ولا أزال أذكر قراءتهم الهزيلة، وهو مع ذلك يقاتل إلا أن يصلي إماما. حدثني واحد من كبار السن يتحدث عن نفسه بعد، قبل أن يتفقه، قبل أن يتعلم العلم ويصحب الصالحين، قال: حصل نزاع في قريتنا، عندنا رجل كبير مات الإمام، وعندنا إمام كبير السن يريد أن يكون مكانه في الإمامة، وهو يتحدث عن نفسي وأنا شاب آنذاك، يعني أحسن حالا من ذلك الشيخ المسن، فاختصموا واتفق أهل القرية أن يرسلوا الأمر إلى المفتي، يعني أعرف الحادثة وتفاصيلها وأسماء الناس فيها. يقول: فذهبنا إلى المفتي فلان، فقال: اقرأوا، وقرأ كل منا عليه.
فقال كلاكما لا يحسن القراءة، ولكن هذا شيخ هرم يعني لا يرجى له أن يتعلم، أما أنت شاب فيمكن أن تتعلم فيما بعد. فحكم بأن أكون أنا الإمام، فبدأت أتعلم القراءة بعد ذلك. هذا شيء حسن حينما يعلم الثغرات عنده، وبعد ذلك يحاول الاستدراك ليحسن قراءته. يعني كل واحد منكم يا جماعة، كل واحد يسمعني، كل واحد كبير أو صغير، كيف عرفت أنك تحسن القرآن؟ لا يمكن لك إلا أن تجلس بين يدي قارئ، ولو على الأقل لو أن تقرأ جزءا كاملا، بحيث يعني يصح لك الأخطاء الأساسية قبل معرفة أحكام المدود والحركات والغنة والقلقلة وغير ذلك، تعرفها نظريا. حتى لو عرفتها نظريا هذا لا ينفع، لابد من ممارسة عملية، ولابد من القراءة بين يدي شيخ، لأن هذا من علوم التلقي. وهذه الهجمة على الإمامة يظنون أنها نوع من الزعامة، وبعض الصوفية يقول آخر ما يخرج من قلوب الصديقين هو حب الرياسة، حب الزعامة، ولو كانت زعامة دينية، وإن كانت لا تقدم ولا تؤخر ولا وليس لها أي شيء، فقط حتى يقال هذا هو الإمام، هذا شيء من الدنيا، ويخشى على صاحبه من الرياء. هذا الموقف السلبي وبينا علاجه. الموقف الإيجابي، وقد أعجبني هذا كثيرا في تركيا، ولا سيما المدن التي صليت فيها، يعني لم أتجول في جميع الولايات التركية، ولكن الولايات التي حول مرمرة وحول البحر الأسود، وهذه المناطق يعني اسطنبول وما حولها، بورصة، يلا، وكذا، وإضافة إلى ولايات أخرى في شرق تركيا، وجدت الأمر على العكس. وجدت المكان يبقى خاليا، ولا أحد من هؤلاء يتقدم، وكل منهم يحاول أن يقدم غيره. هذا الأمر الحقيقة أعجبني جدا في الأتراك، حيث يتورعون من هذه المسؤولية الدينية. فهل هذا من آثار الفقه الذي كان في هذه الدولة كان شائعا بين الناس والأتراك من جملة العجم الذين يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى؟ فهل هذا من شعائر الله التي تعظم وتحترم؟ ربما يكون هذا، أو هناك قوانين تمنع من هذا أيضا، أنا لا أدري التفاصيل، لكن أعجبني هذا جدا. وأعجبني شيء آخر منهم، وهو يعني إذا وجدوا عالما أو طالب علم قدموه إلى الصف الأول، خلافا لما يجري في كثير من بلاد العرب. في بلاد العرب قد يقدمونه إذا عرفوه من العلماء قدموه، وإلا فكبار السن يعني دائما يحجزون الصف الأول، وخاصة إذا كان هذا متنفذا لا حول ولا قوة إلا بالله. في مسجد من مساجد مصر في منطقة اسمها الطالبية، لا أريد أن أذكر المسجد، كنت أصلي فيه، ولا سيما في أيام رمضان، ولا سيما في التراويح، كان الصف الأول محجوزا دائما بكرسي، حتى يصلي على كرسي، لشخص هو لواء في الجيش، والويل ثم الويل لمن يقتحم هذا المكان ليصلي فيه. أنت لواء في قطعتك، في جيشك، لست لواء في المسجد. يعني هنا أيضا موقف إيجابي معاكس لهذا، يذكره علي الطنطاوي عن أحد رؤساء سوريا السابقين، وأظنه العابد رحمه الله، كان يرسل شرطيا قبل الصلاة ليحجز له مكانا في الصف الأول. شرطي واحد، تصور، رئيس دولة، شرطي واحد يحجز له مقعدا في الصف الأول. يصلي فيه. مرة من المرات جاء أحد كبار السن متأخرا، وتعقلنا كبار السن هؤلاء يرون في أنفسهم الأحقية في الصف الأول، فوجد ذلك الشرطي على تلك السجادة ينتظر رئيس الدولة، فقال ما هذا؟ قال هذا والله مكان الرئيس. فجاء المسن فأخذ السجادة وألقاها، قال هذه المساجد لله سبحانه وتعالى وليست
وليست لرئيس الدولة. في المسجد الناس سواء. وأذكر أيضا مما قرأت في رحلة ابن بطوطة، وقد ذكر في بعض البلاد ولا سيما بلاد الترك الباردة، يعني في الأقاليم بخارى وما حولها ما وراء النهر، أن الأمير أرسل يقول للإمام المسجد لا تقم الصلاة حتى يأتي الأمير. فحان وقت إقامة الصلاة فأقام الصلاة المؤذن، فجاء الأمير فصلى في آخر الصف، يعني لا أذكر اسم المنطقة لكن على ما أذكر ما وراء النهر. فانتهت الصلاة فابتسم الأمير وقال لابن بطوطة إذا ذهبت إلى بلادك فقل لهم هكذا يفعل الأئمة بالأمراء في هذه البلاد. فسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.